احنا اليوم في اطار جو احتفالي في الحقيقه، باعتبار ان دشنوا هالمخبر المتنقل هذايا على المستوى التكنولوجي عالي في منطقه سيدي بوزيد، واللي فيه ثلاثة بلديات بالحفاي سيدي ارقاب وحاتي البريد، وهذايا في اطار مبادره المدينه الشامله لطفوله سعيده اللي حكينا عليها قبل، وهذه يعني اول يعني مرحله تطبيقيه للمشروع هذايا في اطار برنامج إدامة الممول للحكومه الهولنديه. المشروع هذايا في الحقيقه كما تراوه يعني معناها الريزلتا ولا المنتوج نتاعو كان مهم جدا، لانه يعتبر من مخبر متنقل الاكبر في تونس وفي افريقيا، والمجهز بمعدات تكنولوجية من اعلى طراز فيها لي درون لي امبريمون 3D لي كوبور لازير، معناها فريمون اللي باش تسمح للشباب والاطفال نتاعنا في المنطقه هذه كلها انهم يتعلموا ويكتشفوا يعني طرق جديده للتعلم التكنولوجيا والابداع والانوفاسيون. المشروع هذايا اول احنا الشاحنه متنقله باش تنقل من 3 بلديات بطريقه دوريه، لكن في كل بلديه اسسنا كذلك نوادي تكنولوجيه. فرحانة برشا بالتعاون مع ليزات اللي في سيدي بوزيد، كذلك مع المجتمع المدني، مع 3 بلديات، وهذا مشروع انتر كومينال يعني تشاركي بلدي يفيد الطفولة في منطقة تحتاج جدا انها نتعاملوا معها بطريقة انه نشملوها ونستثمروا في طفولتنا بأجيال قادمة لمواطنين صالحين والمبدعين ويكملوا معناها مسار التنمية في بلادنا.